fem. كنت امتحن فلسفة كانت كويسة يعني مش مستوى الطالب المتوسط قوي لا يعني محتاجة مذاكرة شوية بس يعني الامتحان كان طويل شوية بس الحمد لله يعني جه صعب شوية يعني محتاج الأسئلة ممكن تكون سهلة بس يعني جاية بطريقة تانية هو جايبها بطريقة تانية مش اللي احنا متعودين عليها كنت بمتحن امتحان فيزيكس علم علوم الامتحان يعني كان شوية يعني في حاجات صعبة وحاجات سهلة بس الحاجات الصعبة كانت نسبتها أكتر بس المسائل بتاعت كل سؤال كانت صعبة قوي يعني وكنت يعني تقريبا كلنا ما عرفناش نحلها الامتحان زفت كل التوقعات اللي كانت نازلة في الجورنال أو أي مدرس كان قايل حاجة إن هي جاية ما جاتش في الامتحان غير كده المسائل اللي هو جايبها أساسا عايز مدرس يحلها